انشقاقات بالجملة داخل صفوف الدعم السريع، وكل حلفاء حماتة الداخليين بينفضوا من حوله، وواضح أن الأزمة داخلة على شكل جديد تماماً. أسرار كشفها أحد مستشارين الدعم السريع المنشقين لأول مرة عن الحرب السودانية وأسبابها غير المعلنة. يا ترى إيه الحكاية؟ بعض مستشاري قوات الدعم السريع أعلنوا مؤخراً انسلاخهم عنه، ومش بس كده، دول كمان وجهوا له اتهام بالعمل على زعزعة وحدة الشعب السوداني. وفي مؤتمر صحفي تم من ساعات في مدينة بورتو السودان اللي اتخذها قادة الجيش عاصمة مؤقتة للبلاد، قال المستشار المنشق عن الدعم السريع ومسؤول ملف شرق السودان والمنظمات عبد القادر إبراهيم إنه أقدم على موقف وطني وأعلن انسلاخ عدد من قيادة المجلس الاستشاري للدعم السريع والخروج عن عباءة حمادتي. عبد القادر إبراهيم أكد إن المؤسسة قامت على جهود المستشارين دول، وقال كمان إن في ثلاثة تانيين لكنهم ما قدروش يحضروا لدواعي أمنية، ولكنهم هيعلنوا موقفهم في العاصمة الإدارية قريباً. عبد القادر كشف للمرة الأولى عن تفاصيل جديدة حول أسباب اندلاع الحرب، وقال إنه قبل اندلاع الصراع كانت في محاولات لمنع التصعيد، إلا إن عوامل مختلفة دفعت الأزمة للوصول لمرحلة الحرب. بحسب مستشار الدعم السريع المنشق الاتفاق الطارئ، ما كانش السبب الوحيد، لأن كان في طموحات شخصية لقائد قوات الدعم السريع، واللي قال إنه سعى للاستيلاء على السلطة بالقوة لتنفيذ أجندة شخصية وأجندة تانية تخص جهات خارجية. عبد القادر إبراهيم المستشار السابق لقوات الدعم السريع قال إن الصراع بين الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع كان واضح، وده اللي أدى إلى اتخاذ قرار انقلاب 25 أكتوبر، حيث سعت لدعم الاعتصام أمام القصر الجمهوري واللي كان تحت تخطيط ودعم قائد الدعم السريع. بحسب المستشار المنشق عن الدعم السريع، الاعتصام كان الهدف منه إنهاء دور الحرية والتغيير، وتم اتخاذ قرارات أكتوبر التصحيحية بناء على ده. إبراهيم كشف كمان إن قائد الدعم السريع خطط لإنشاء عدد من مواني من بينها ميناء أبو عمامة، إلا إن الجيش السوداني اعترض على المشاريع دي باعتبارها تهديد للأمن القومي، خصوصاً بعد تقديم الدعم الدولي للمشاريع دي وتأكيد جهات خارجية للالتزام بتنفيذها. مش بس كده، كمان كشف إن الخطة كانت بتتضمن إنشاء 3 مطارات عسكرية مع تجهيزات واسعة لقوات الدعم السريع بتشمل حوالي 30,000 جندي، وعدم الموافقة على المشاريع دي كانت الشرارة اللي أطلقت الصدام بين الجيش والدعم السريع بحسب إبراهيم، واللي أكد إن قائد قوات الدعم السريع هدد وقتها بالاستيلاء على السلطة بالقوة لما ما تمتش المصادقة على المشاريع دي، وده اللي أدى لتصاعد التوترات واندلاع الحرب في نهاية المطاف. ومن الواضح أننا هنسمع أسرار كتير عن أزمة السودان بيتم الإعلان عنها لأول مرة. يا ترى هيكون أي موقف الدعم السريع من الانهيار الداخلي ده؟ وهل هنلاقي ردود فعل من حمادتي وقيادات الدعم السريع الأيام اللي جاية؟